ازيكم؟ تعالوا مع بعض نتعرف على اشهر اختصارات اللغة الانجليزية ومعانيها. كلمة كي اس اي هي اختصار لكلمة كينجدم سعودي اريبيا، المملكة العربية السعودية. كلمة يو اي اي هي اختصار لكلمة يونايتد عرب اماراتس، الامارات العربية المتحدة. كلمة يو اس اي هي اختصار لكلمة يونايتد ستيتس اوف امريكا، الولايات المتحدة الامريكية. كلمة يو كي هي اختصار لكلمة يونايتد كينجدم، المملكة المتحدة. كلمة جي ام تي هي اختصار لكلمة جرينتش مين تايم، توقيت جرينتش. جرينتش هي مدينة في لندن وتم اختيارها عالميا عشان تكون صفر الزمن، وبناء على ذلك بيتحدد وقت بقية الدول. كلمة اي ام وبي ام، اي ام هي اختصار لكلمة انتي ميريديوم ومعناها قبل الظهر، بي ام هي اختصار لكلمة بوست ميريديوم ومعناها بعد الظهر. دبليو سي وهي اختصار لكلمة ووتر كلوزت ومعناها خزانة الماء، او بالمعنى العادي هيبقى الحمام او بيت الخلاء.